دير ماشي تحيد ليا فابور ما درت لا بيدي لا بعود ما طبقت حتى قانون القانون اللي طبقته سيد العامل هو اتقال عام في السنه هاد الشريات هادي اللي درتي باش فرحتيني قتلتيني قبل المعقول ماشي قانون زعما شي غير ارتيكل ديال الماتش اختي ما كاينش وانا درت خاطر درت فتره واحده ما كايناش يعني ديامترو موبوزي انا ما درت غلطه انت ما طبقتي تقدر وجمعتيني في الفلوس ولا تعالى لا قلنا لك ولا سون بي ديك الخدمه اللي خدمت انا وتخلص بها الاخر هذيك كتخلص دو فوا سرقتني انا وسرقتي الدوله الدوله اللي كانت المارشيت ديال الضريبه ديالي باش كيتخلصوا لك سرقتي هي باش نمشي معاك وزيد على هذا كله نيتك سيئه قلت لي سير للمحكمه مشي للمحكمه واعطيني هاد المسائل اللي طلبت لك باش تمشي للمحكمه نقول مسيد راه سرقني انت سير للمحكمه زعما حيت فايت فايت العدله العداله ما تقدرش تقرب لك سير للمحكمه وبارك الله فيك ما تستعجلش قلت لي انا عيطت من تكتب الخصر ما جاوبنيش العامل ما جاوش الوزير ما جاوش السيد العامل وقيلا ما عند ما خير حتى واحد ولكن انا كنقول للسيد العامل كنقولها لك دابا راه دخلتي للبيروش داك الزربيه باش كتصلي شتها مقيه تبارك الله اللي شاف داك الشيء يقول ولي الله هو هذا ولكن كدير لي وقيلا الزربيه الفوق والمرجل لتحت دابا اللي كنقول لك اسيد العامل غير ملي تصلي عرفني حداك يقول يا ربي اعطيني نقول لي ربي هضرك لاني خمسه باش تولد مليون ربي اعطيه الكونتر تقول ربي اعطيني الصحه تقول لي ربي اعطيه داك الشيء اللي عطاني انا اعطيه منه 10 ذاك الخاسره كتخلص الحسنه كتخلص ب 10 لا داك الشيء اللي عطيتيني انت كتربح له خطير الله يعطيك منه 10 ويعطيك منه 100 باش زعما نغديو وعمرك ما تنسى بالله كتصلي راني واقف معاك كتقول ربي راني واقف معاك راك كليتي هنا وكتقول ربي وكذا اللي وقف في نفسي وكذا ما كاينش دابا اسمح لي سيدي العامل والله الا انك يا الساده يا السيدات التدلوي خميسات مقاول كنتكلم على المارشي 01/20 ديال لينديراج طرافو دو كونستركسيون ديال لا بيست رورال روليون لا ار ار 419 ادوار كلالا سوفلا كومين دو بني حمد لا بروفونس شون وهذا الشيء اللي غنقول كله سي بور مسيو الغوفرنور دو لا بروفونس شون avant de parler de tout ça راه je ne parle que dans le cadre de mon marché ما كتعداش المارشي الاخرى كنتكلم على لا كارت دو مارشي لي مسيو الغوفرنور vous avez سميتو vous avez سي الغوفرنور vous êtes conscient عرفتي سي الغوفرنور vous êtes conscient que vous êtes l'escroc et le voleur dans le cadre de mon marché. Le détournement de fonds dans le cadre de l'autre marché qui soi-disant achevait les travaux de mon marché. Mais avant de développer tout ça, je tiens à saluer en vous votre bravoure ou votre bassesse de me taire les prétextes qui vous ont mené à l'injustice et la résiliation du marché. كتخرج من راسك المسائل الاخرى كتصيفط عليا وما كتصيفط لي ما كتبغيش تصيفط لي تقول لي اش وقع سي تادير كو لي شوز كي دير لي بريتكس كو ماشي جو دوا لي سا جو دوفي لي سافوار تي مدي كو فو دير فو دير كو لا كوميسيون اي باسي الا تروفي لو مارشي ابوندوني Moi, je n'étais pas au courant. Alors que le marché de travail, les travaux, concernant le plafond des pénalités du marché. Alors que ces plafonds de pénalités, vous les avez confisqués la résiliation. Bien.
وهاد لي بلافون هاد لي بينيتي اللي صيفطي لي 7 6 سمعتو راه وصلوا اليوم اوجوردي جو فيان دو ريسيفوار ان افي نيميرو 04/10/2029 دو 4/4/23 دو لا تريزوري تشاون افون لو ريكوفرمون فورسي ديال هاد 286 راه وصل دابا 289,000 درهم. votre commission ديال السويفي دو شونتيي elle a décidé que je ne devais recevoir aucun sou les travaux que j'ai fait alors que les travaux ont monté à 1,880,000. C'est-à-dire que encore, qu'est-ce que je dis encore? Vous m'avez parlé de le 16/05 d'un décompte définitif que je dois avoir. C'est-à-dire que j'ai signé le décompte définitif, je l'ai fait avec votre chef de service de Simito. Alors que je n'ai jamais vu ce décompte définitif. Vous m'avez parlé d'une lettre que j'ai reçue, que vous m'avez envoyée le 10/8/2022. Je ne l'ai jamais reçue. Le reste de tous les escroqués, de vos escroqués et les ruses, vos entêtés, racontées et citées dans plusieurs lettres, et vous n'avez pas eu le courage de me répondre à la wahda. Un point, en discutant avec les réserves d'Eli, vous n'avez émis aucune réserve. Et je vous ai défié pour émettre une réserve quelconque d'un point, n'importe quel. Ensuite, le marché d'Eli, 3 500 000 dirhams. Avec un plan faux. Qui n'a rien à voir avec la réalité de le terrain. La réparation de la correction de l'eau a demandé à monter le montant du marché à 5,200,000 dirhams. Le délai du marché au début c'était 6 mois, il est allongé à 9 mois de délai. Parce que entre 3 500 et 5 200, il y a quand même 3 mois de délai. Bien. Je le dis encore que les prétextes, j'ai toujours demandé à me donner les prétextes liés à Melto. Vous n'avez jamais pu m'envoyer quoi que ce soit. Vous n'avez pas envoyé n'importe. Rien و كتصيفط ليا تكتب عندك وما كتصيفط ليا حتى حاجه باش غير نشوف اش كدير بور بوفوار ديسكوتي. Vous avez toujours évité les discussions avec moi. من غير ذاك النهار اللي دخلتيني للبيرو عندك انا وذاك المهندس ديالك و تفاهمت معك جوج قسمين ما كاملاش وعرفتي لافوت ديال الشاف ديال الديفيزيون ديالك وقلتي لي سير جيب وريقاتك واجي نكمل الخدمه. هادي اللي كيقتل عباد الله. مشيت درت طلعت الوريقات جريت وهبطت جبت لي بلون جبت كل شيء الوقت اللي قلتي لي سي با بوسيبل وكذا 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 باش كتروني بلا فوزات سميتو لو كان فوطون دو تو سا انت كل شيء خارج منك. دابا غادي نتكلموا دابا على لو فول اللي تسرقت. Je parle de mon marché, d'abord le wool. Les travaux que j'ai faits, l'article 1 fait 35 000 m3 de terrassement. Ça double 20 dirhams, alors que le prix dialogue, le minimum 30 dirhams. Les gabions, ça donne 950 m3. À raison de 250 dirhams, alors que le prix exact réel est de 450 dirhams. Amel, troisièmement, la couche anticontaminante. A dit que m'a fait un mosquille. Amel, la couche de fondation, le tour volant de 0,40.
جل إيطالي صاب ده فخلص ديجا جلت غنا حتى مخلص ديجا جل إيطالي وسيدي ال 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 بيتون لي بوز 81 متر مليار ديال لي بوز ديال 600 جبتهم حطيتهم تما ما بغيتوش تحطها ما بغيتوش تخدمهم خصني نحسبهم تماك. عندك لو غرو بيتون فيه 150 متر كيوب هادشي كلشي يدون 1,883,000 درهم هاد في لي طرافو في لا 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 ريزيلياسيون فو مافي فولي لا كونسيون ديفينيتيف 105,000 درهم لو بلافون ديال الكارونتي 245,000 درهم لي بيناليتي لو بلافون ديال بيناليتي 286,000 درهم وهذيك زدني عاوتاني من طافات المارشي مشى بحالو وصلينا كل شيء زدتي فوزافي دوبلي داك تيتر دراسات صرت التريزور فيه 286,000 درهم سيتادير كو جي بايي دو فوا سميتو و اون فان دو كونت فو نافي ريان بايي باسكو لا كوميسيون ديالكم داك لا كوميسيون اللي كتقول سميتو a décidé que je ne dois rien avoir alors que les décisions du premier ministre ديال هادشي ديال لي مارشي كدوز حتى للبرلمان وكيتفقوا عليها عاد كيتبقوها انتم طفطفت ما تعطي حتى فرانك وما عطيتي حتى فرانك هانولو هاد لا ريزيليسيون تقامت ب 922,000 درهم كونت لا فورس ريزيليسيون فو مافي فولي لا كونسيون دو سونس كونسيون ديفينيتيف الضمانة النهائية ديال 105,000 درهم 105,000 درهم لو بلافون ديال روتيني دو غارونتي ديال 10% ديال اللي كيبقى في التالي حيت كلها 245,000 درهم حيت ديال البلافون ديال البيناليتي الوغ كو ما عنديش ما خصنيش نخلص حتى فرانك بيناليتي مازال عندي 6 شهور مازال عندي 3 شهور 6 شهور بيناليتي ديال الخدمة الأجل مازال عندي وانت حيت ليا 286,000 درهم في لا ريزيليسيون وصلت حتى لا تيتر دراسات ديال نهار 6 شهر 7 ديال 2021 وحيتي صرت لي تيتر دراسات ديال 286,000 درهم خطا اخرى يعني هاد 286,000 درهم ديال البيناليتي تحيدوا في الاول وتزدني لي في الثاني حيت عليا الوغ كو في الثاني ما بقى لا مارشي لا والو هذاك الشيء هذاك الشيء غادي نذكروا فيه من بعد التوتال ديال هاد الشيء كله وصل 922,000 درهم في لا سميتو يعني 1,888,000 فرانك ديال الخدمه 922,000 922,000 درهم على ريزيليسيون بهذا الشيء اللي قلنا اجوتي سا زيد على الشيء كله الماتريال ديالي اللي قام نزل تما عامين ا 2000 درهم بار جور غير 2000 درهم بار جور كيعطي 1,440,000 درهم غادي نحيدو غادي نشوف غير الخدمه شحال عطات 1,883,000 زيد ليها 922,000 عطات 2,805,000 فاش تكلت 2,805,000 في الخدمه وفي لا زيليسيون اجوتي اسولا كان واحد الارتيكل 57 كيقول لي 56 57 كيقول لك الخدمه لا 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 لوغمونطاسيون ديال لي كونتيتي ديال المارشي ولا لا ديمينيسيون دي كونتيتي الا عندك المارشي ديال مثلا 100 متر كتقدر توصل 110 ما تعداش الفوق لا تعطيك الفوق تولي هضره اخرى والا هبطتي غتهبط 25% 25% ولا لا ما سميتو خص اقل ما يتخلص في المارشي هو 25% حنا غنحيدو من نحيدو من 5 مليون لو مارشي اوغمونتي 5,200,000 نحيدو منه الخدمه هي 1,800,000 كتبقى ونضربوه ب 75% غتخلص ليا 2,487,000 درهم ديال المارشي اللي تحيد ليا فابور ما درت لا بيدي لا بالعود ما طبقت حتى قانون القانون اللي طبقته سيد العامل هو الثقه اللي عامل فيك سيدنا
هاد الشريات الغادية اللي درتي اللي باش 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 فرعتيني قتلتيني كامل معقول. ماشي قانون زعما ماشي شي غير ارتيكل ديال المارشي طبقتيه ما كاينش. وانا درت فلطة واحدة ما كايناش. يعني ديامترو موبوزي، انا ما درت حتى فلطة، انت ما طبقتي حتى قانون. وجمعتيني كتلي وجهي لا تعالى لا قل لا كثر. لابارت هذاك هذاك التمرات اللي كليك ديال 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 التراسمون اللي واخذوا ب 20 درهم و البلو اللي سميتو الكابيون اللي واخذوا ب 250 درهم خاصه فيهم اسيدي 10 درهم في التراسمون و 200 درهم في الكابيون. يعني الا جمعت هادشي اللي خسرت في الخدمه خدمت فوق الخدمه فوق الخساره اللي خدمت كله زيد لي واحد 540 الف درهم. شي كلشي خطي انا عندي بلاد داكشي ديك الثمن طيحتو عارف غادي نسلك راسي في الباقي ديال المارشي. انت خدمتين بخطيه الوقت اللي وصل الخدمه مزيان صفتيني جبتي اللي كملك الخدمه. على اي حال دابا هادشي اللي كاين هذا بالنسبه للاخر ديالي هو هذا. دابا بالنسبه للدوزيام مارشي عرفتي يا سيد العامل فوسافي تري بيان كو لي زارتيكل اللي خاصين باش تكمل المارشي هو الارتيكل 4 الارتيكل 5 الارتيكل 8 9 اي 10. هذاك ال 5 هذاك ال 4 ديال تو ديال لا ميزون اوفر داكشي ديال تو اللي حطيت انا كتجي دوكا انت انا ما دكيتهاش باسكو واحد الضرب جبت بحالي جني ايطالي ومشيت بحالي لا توفنون ديال فينيسيا 0315 تحطت كلها عطات 226000 درهم. الزفت فيه لي زارتيكل 8 9 اي 10 عطا 300000 درهم. لي طرافو ديال البيتوناج داك البيتون كيكون في الطريق وكذا عطا سيدي 530000 درهم. لي فوسي بيتوني داك الفصول كيديروا البيتون عطا 461000 درهم. والتري السعودي داك الحديد اللي كيديروا فوق البيتون باش كيديروا في الطريق عطا 63000 درهم. هي الباقي كله ديال الخدمه اللي باش يكمل المارشي جوج الملايين و 117000 درهم. دابا من فوق هاد جوج الملايين و 117000 درهم سرقه يعني سرقه ديال الدوله اختلاس اللي فوق من اللي تخلص فوق من 217000 درهم. ونزيد كاسيد العمل واحد القضيه اللي واش فراسك واش فراسك شيء الا كانت فراسك راه مشكل سهل ولا ما فراسك شيء راه حتى السيد اللي قول لي داك الشيف ديفيزيون تكنيك راه قول لك انت. عندنا زارتيكل 5 و 7 و 11 و 15 و 13 و 15 و 17 و 18 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26. هاد لي زارتيكل في المارشي دار زادوا هكاك باش في التالي تحاسب مع لونتربرونور ولا سرقه سديت بور ايتا دي تورني. المجموع ديالهم كيعطي مليون و 60000 درهم اللي كيعطي. هذه خارجه على السرقه اللي بينك وبين المهندس ولا شي حاجه شوش بيناتكم انت وياه. هذيك هذاك الحساب اللي هذاك الحساب اللي زدنا على المارشي على ذاك ذاك التيراسمون والكابيون ما عارف ربما نخرجوا من هذه. هذا باش هذا هو مشيت بنيتي انا باش خدام زعما كنشوف هادشي وطلبتي لي في الاجتماع ديال في لا فيزيت سونتي ديال 31/12/2020 الوقت اللي شفتو التراسمون طلع بزاف وشفتي البلاد هذاك الدراسه ديال السيد راه ما هي هذيك قلت لي جيب لنا واحد دوفي باش نقادوه هكا هكا هادشي زياده واش ندخلوه في الماشون وجبت لكم دوفي في هاد هاد لي زارتيكل هادو لي هاد لي زارتيكل اللي زايدين قلنا غنزيدو التراسمون ونحيدو لي زارتيكل ولكن ما كملش نهار السبعة نهار السبعة واحد جبت لكم الدوفي قلت لكم ها لي بريفيزيون وصافي شديتهم والمشكل انتهى وبقيت خدام لا سون دي تورني او سان دي دوزيام مارشي
اللي طلع فوق 2,117,000 راه ديتورني. لا سوم دي زارتيكل باي دي لا 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 سوم باي دي زارتيك، هاد زارتيك اللي داخلين في هاد القضيه ديال لي زارتيك ديال اللي ديتورنمون، هاد تال 105 لا تخلصت منها شي حاجه خصها تزاد، لا ما درتهاش. و لا سوم باي ديك الخدمه اللي خدمت انا وتخلص بها الاخر، هذيك كتخلص دو فوا، سرقتني انا وسرقتي الدوله. الدوله اللي كانت المارشي ديال الضريبه ديالي باش كيتخلصوا لك المارشي، سرقت لي انا. هذا خصنا نعرفوا شحال عملتي شحال يعني التوتال ديال هادشي، المجموع ديال هادشي ما نقدرش نديرو باسكو ما عرفتش شحال خلصتي. انا قلت لك صرفت لي سميتو شحال مره قلت لك صرفت لي شحال خلصتي وصرفت لي باش نعرف اش كندير باش نمشي معاه. وزيد على هذا كله نيتك سيئه، قلت لي سير للمحكمه، نمشي للمحكمه واعطيني هاد المسائل اللي طلبت لك باش نمشي للمحكمه نقول مسيد راه سرقني. انت سير للمحكمه زعما حيت فايت فايت العدله العداله ما تقدرش تقرب لك، سير للمحكمه ودبر لك تريهم انا ما تصدعنيش. قلت لها لي اعطيني نكمل لك داكشي. لا لا كان اللي بقى فيا بزاف هو عرفتي لا لا بالله رفض ديال المهندس ديالك عرفتيها، انا ما عنديش ومع ذلك بقيتي كزير فيا اخر مطاف. لو ديلي ديال لو ديلي كونسومي في المارشي راه ما تعديت فيه 3 شهور، راه طلبت لكم ديلي طلبت لكم تعطيني لورد سيرفيس دارتي الترافو نهار لو 22 ما عرفتش ليا الخدمه بدات لو 25/09/2020 ما حسب من تما لتما من لو 22 لهنا الخدمه خصها تحبس. هو جا المهندس ديالك لو 31/12 جا شانتي واتفق معايا يعطيني لورد سيرفيس واتفق معايا خلص ليا الخدمه اللي خدمت 800 درهم اخر مطار تاع حاجه ما دارت. وزيد على هذا كله هادشي كلشي اللي كنقول دابا زاد ناقص هي لا دابا غير هاد لو مونتون ديال المارشي هاد لو مونتون ديال المارشي 3518 طلع تال 5 مليون 200 ميل pour travaux supplémentaires et augmentation de quantité. و غير على هاد الزوج بعدا غادي لا ريزيليسيون كي انجوست لا ريزيليسيون دو فول. انا جو في لا ديسكوتي عندنا لا لا ريزيليسيون باش نوريك بلي زعما راه يا با دو ريزيليسيون ما كايناش كلها كذوب. في لو ديلي ديكزيكسيون دو مارشي اللي فيها لي كوز نوريهم لكم كلهم و جو في لي ديسكوتي كلهم. لو ديلي ديكزيكسيون دو مارشي فيكسي ا 6 موا لا رياليتي il est allongé de il est allongé à 9 mois suite à l'augmentation prévue excessive des articles 1 et 19. L'ordre de service de commencer vu le ordre de service de commencer les travaux du 26/06/2020. L'ordre de service est donné avec des faux plans et une absence totale de techniciens pour l'implantation des marchés. Vu le PV de démarrage des travaux du 15/06/2020 dressé à la commune. Le PV, est-ce qu'il va remplacer l'implantation? Il va remplacer l'autre service? Un PV de démarrage, je démarre. Mais lorsque j'ai implanté, le plan est faible. Vu l'écrit, de 70-91 du 28 08/2020, avec l'écrit, c'est une lettre de menace que je dois travailler sans l'implantation, sans la présence des techniciens, et suite à la lettre que je vous ai transmise le 24/8/2020 pour vous dire que l'étude est fausse. Elle n'a rien à voir avec l'agenture du terrain. Faites la résiliation de l'ECOM, vous avez oublié
ولا سامبلون دو فار اوبليي لا لتر نيميرو 14 12 دو 2020 او فوز افي ريكونو كو نو فولو ريان بايي ني لي 15% ديالكم دي مارشي دوكا لا لتر دوكا اللي فيها 14 12 15% دي مارشي اعترتي بها ما بغيتش تخلصها mes attachements les articles le 22/12/2020 que vous avez accepté fait 800 000 aux lettres avant à la résiliation qui monte à 1 880 000 t'as jamais trouvé ça aussi et vous avez bien confirmé par le refus d'arrêter la situation de mes travaux avant leur reprise par d'autres soins. قبل تبدا قبل تدير قبل افون دو كومونسي لي طرافو بار ان اوتر مارشي جو فو زي دوموندي ان مانتربريز دو فير لا سيتياسيون ديال معايا عاد لا نخدمو ما بغيتش فو نافي با فولي لا 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 فير فو نافي با فولي ارات زعما لا لا لي طرافو مي طرافو دون لك دولار في لو بافي لا لا في لو بافي جو بار توجور دي زارتيكل ديال لا لا résiliation. Vu le pavé de visite du chantier du 31-12. Avec la visite du chantier, vous avez reconnu que le plan d'Ircom, l'étude est fausse. Vous savez que tout le monde que la est fausse. Pour la mise en demeure, dès le 25-02-21, un PV que vous avez imaginé le 25-02, que je ne travaille pas. Les deux de mises en demeure de 1980 et 13-15, c'était l'hiver. Pendant les trois mois, les trois points, c'était l'hiver. Tout le monde. قال المقاولين واقفين في ليفير ما خدامينش انا خدام السيف باش باسكو النيه ديالكم باش بوريزيري المصري خدام السيف وبتامره وضربت 1 400 000 الخدمه فيو لا كونستاتاسيون دي ترافو دو كوميسيون سويفي لو 504 2021 سيت كوميسيون نا با كونستاتي كو لو تراسمون t'as monté à 35 000 mètres cubes et les gabions à 900 mètres cubes, ils n'ont pas remarqué ça. Ils ont remarqué que les travaux enregistrent un retard non justifié et les travaux, aucun travail n'a pas été exécuté. C'est ce que je suis dit, c'est un moment. Je suis dit, c'est un moment. Vu le délai réel consommé n'est que de 3 mois, votre décidé, article 1, la résiliation sont des indemnités sans indemnité. Est-ce que les indemnités se donnent dans la résiliation? La réponse. Article 2, la confiscation de la caution définitive de 150 000. Je ne discute pas. La confiscation de la retenue de garantie de 7%, soit 246 000. Je suis prêt à discuter n'importe quel article. مع نابورت كي نشوف واش عندي ولا ما عنديش وزيد على داك كل سيد العمل لوسكو جا لوقلي عطيتوني لو سيرفيس عيطالي نجي عندك البيرو وسقلتيني وذكرنا وعرفتيني بلا خدام مزيان وخدام خدام كثر من هادشي وعرفتيني بلا راه جيت انا راه تكنيسيان جو سي سكو جو في وقلتي للمهندس ديالك ذاك الشاب سيرفيس ها معمل نخدمو خرجت ديك الساعة مشيت انا مشي زعما راه اش قليا قلت جا الله ما نخدم المهندس خرجنا المهندس قال لك اودي اسمع دابا تخدم على العمل ودير معنا وكذا وكذا قلت له ما كاين حتى مشكل انا اللي بغيت نخدم معكم نخدم معكم غير معقول يكون هادشي اللي كاين لا اكثر اخر المطاف حتى حاجه ما كاينه
انا تخت تخت سميتو المسائل في التالي ما كانت حاجه ما نيتون نيتكم باش باش تحيدوا المرشط ما حيدوا خلي منو الجزائر انا عيط من عيط من عيط من تكتب الخسر ما جاونيش العامل ما جاوش الوزير اللي ما جاوش السيد العامل واقيلا ما عند ما حتى واحد ولكن انا كنقول للسيد العامل كنقولها لك دابا راه دخلتي للبيروش ديك الزربيه باش كتصلي شتا مقيا تبارك الله اللي شاف اللي شاف داكشي يقول ولي الله هو هذا ولكن راه كدير لي واقيلا الزربيه الفوق والمرجل تحت دابا اللي كنقول لك اسيد العامل غير ملي تصلي عرفي حداك تقول يا ربي اعطيني نقول لي ربي راه ترك لاني خمسه بس ثمانيه مليون ربي اعطيه الكونتر تقول ربي اعطيني الصحه نقول ربي اعطيه داكشي اللي عطاني انا اعطيه منه 10 ديك الحسنه كتدخل الحسنه كتخلص ب 10 اللي عطاك شي اللي عطيني انت كتربح الوقت الله يعطيك منه 10 ويعطيك منه 100 باش زعما نغديو وعمرك ما تنسى بالله كتصلي راني واقف معاك كتطلب ربي راني واقف معاك راه كليتي هنا وكتطلب ربي واش كيظهر لي وقيل اكثر من هادشي راه ما كاين شي دابا اسمح لي زيد العامل والله انا هنيك